السلام عليكم طلاب السادس العلمي الأبطال، رجعنا وياكم بالحلقة الثالثة من المراجعة المركزة اللي هي بالفصل الثاني. أخذنا بالحلقة الثانية القطع الناقص وأخذنا كل أساسياته وكل ملاحظاته، مع حلينا الجزء النوع الأول أسئلته وبلشنا شوية بالنوع الثاني. هاي الحلقة اللي هي الحلقة الثالثة هي الحلقة اللي تجي منها الأسئلة. أنا أقول لك يا صراحة راح ناخذ بيها كل أسئلة القطع الناقص، يعني معظمها خلينا نقول ماشي، بس شلون راح أسويها أنا طريقتي؟ إنه كل سؤال ملاحظة، كل فكرة ملاحظة، حتكون عبارة عن ملاحظات، أوكي؟ فهاي الحلقة هي اللي منها تجي الأسئلة إن شاء الله. الحلقة الرابعة راح تكون خاصة بالقطع الزائد، وبهذا نكون خلصنا الفصل الثاني بأربع حلقات. طلاب عندنا ملاحظة، قلنا إحنا راح نبلش كلها ملاحظات. أنا راح أكتب الملاحظة وراها يعني أخذ السؤال أحله. شو تقول ملاحظة؟ إذا ذكر بالسؤال، طبعا طلاب بس حتى أنوه، إحنا بعدنا بالنوع الثاني اللي هو يطلب معادلة، بس كله نوع ثاني يطلب معادلة، بس راح نأخذ شنو؟ ملاحظات. إذا ذكر بالسؤال وقال غير اللون قطع ناقص إحدى بؤرتي تبعد عن، طبعا طلاب إحدى يعني واحد من بؤرتي، هو قطع ناقص أدى اثنين بؤرتين، المهم واحدة من عدهن يقول تبعد عن نهايتي محوره الكبير اللي هو 2A يعني الرأس بالعدد دين. ينطيني عددين طلاب، ينطيني هنا عددين، هنا رقم فارزة رقم، أستاذ هو يكتب رقم، لا ينطي رقم خمسة مثلا، خمسة مثلا، لا مو خمسة، هنقول مثلا اثنين بثمانية، أوكي هيتشي مثلا واحد بتسعة، ينطيك رقمين، المهم ينطيك شنو؟ رقمين. المهم شو راح أسوي بهاي الحالة أني؟ اوكي هو انا لازم اعرف ذول الرقم ايش يفيدهم، طبعا بس هيك ينطيني بالسؤال. طلاب انا ايش راح اسوي؟ راح افهمكم اياها بالبدايه اوكي، وبعدين اقول لك احفظ هاي راسا حتى لا تدوخ نفسك. خلينا نجي نرسم فت قطع ناقص بس حتى اوضح لك اياها، احنا مو كل شيء نحفظ راسا، نرسم عليه محور السينات. والله الرسم عاوي كلش، خلينا نسوي بالطريقه اللي انا علمتك عليها، هنا تخلي في 1 هنا في 2 لا ام 1 لا ام 2 توصل بيناتها. المهم انا ما جبت مساويات، ما ادري انا ليش ما اجيب مساويات هذا، المهم هنا الاف 1 اي والله هنا الاف 1 وهنا الاف 2. يلا هذا رسم القطع الناقص، راح نجي نشوف شنو قصده بهاي الجمله اللي يقولها. يقول احدى بؤرتي كلمه كلمه، كيفك لو الاف 1 لو الاف 2 شو عجبك؟ خلينا نعتبر اف 1 خليها تحمر عليها، اذا احدى بؤرتي اللي اخذناها افوان. ايش بيها هاي الافوان؟ تبعد عن نهايه المحور الكبير. ها استاذ انا ما اعرف يا هو المحور الكبير. المحور الكبير يا طلاب هو 2A، اخذناه بالحلقه الثانيه. من هو المحور الكبير؟ 2A اللي هو منين من وين لوين؟ من الفي 1 للفي 2. هذا 2A، هذا من هو؟ ال 2A، اوكي؟ من الفي 1 المن للفي 2 هذا اللي هو 2A، اذا هذا المحور الكبير. يقول لي هاي الاف 1 تبعد عن نهايه المحور الكبير، طبعا المحور الكبير بنهايتين، هاي اول نهايه الفي 1 وهاي ثاني نهايه الفي 2. فاني هاي البؤره اكو صدق فعلا اكو نهايتين، باع من هنا لهنا مسافه، هاي اول نهايه، ومن هنا لهنا ايضا مسافه، اسوي بغير لون حتى لا تصير هوسه. من هنا لهنا ايضا مسافه، فاكو شنو طلاب؟ اكو عندي مسافتين، مسافه قصيره ومسافه شنو؟ كبيره. هو ايش راح يسوي طلاب؟ راح ينطيك اياهن اثنيناتن القصيره والكبيره، ينطيك اياهن بشكل ارقام. فانت لازم تعرف انه من نجمع هذا الاحمر ويا هذا البنفسجي حيطلع 2A. اذا شو تقول له انت اول شغله؟ تقول له 2A هو مجموع العددين. يعني من تجي تجمعهم والانطقام بالسؤال هذول حيطلع 2A. ومن نجي نطرح البنفسجي ومن الاحمر يطلع 2C اللي هو يا هو 2C.
أنا إذا أحاول أفهمك إياها، إذا أنت ما أدري أنت فيه احفظها رأسا، اللي هو هذا من ناله هنا، هذا التوسي. شوف حاسب كابل، هذا التوسي. من تطرح البنفسجي من الأحمر حيطلع هذا بالنص، إذا حتقول توسي هو طرح العددين. أستاذ أنا ما افتهمت الرسم، يعني هاي بس احفظ لي هاي. أو اختصار بالعامية، الرقمين تجمعهم يطلع 2A، تطرحهم يطلع 2C. تجمعهم وش يطلع لك؟ 2A، تطرحهم يطلع 2C. فخاف يقول لك هاي الجملة بالسؤال، أنت بعقلك تقول أستاذ مؤمل قال بالقطع الناقص 2A مجموع العددين، 2C حاصل طرح العددين. طبعا إذا تفضل يعني بالقطع الزائد راح أصيرهم نفس الشيء بس بالعكس، أوكي؟ فهنا أنا أريدك يعني تنتبه إنه من يقول لي بالسؤال إحدى بورتي تبعد عن نهاية محور الكبير وينطيني رقمين رأسين مجموع الرقمين 2A حاصل طرح الرقمين 2C. وطبعا وراء إحنا أكيد نطلع من هاي A تربيع وهاي C تربيع ونطبق السائل. فطلاب هذا بالنسبة للرسم إنه هو حينطيني هاي وهاي، من أجمعهم حيطلع 2A، من أطرحهم حيطلع 2C. ماشي عيني، انا وضحت لك اياها على الرسم. خلينا ناخذ السؤال، وطبعا هاي القد ما سهله وسخيفه طالب ما يتوقعها تجي، لكن بالحقيقه هي جتي العام، اعتقد لاول العام، اول العام جتي بالقطع الزائد دي السخيفه. نجي نقرا هذا السؤال ونشوف. هسه طلاب قبل ما الرقم هو يعطيك رقمين، من نجمعهم يطلع 2A، نطرحهم يطلع 2C. 2A مجموع العددين وال2C حاصل طرح العددين. اوكي جد، أنا مكلب بالأحمر، جده بلون الأحمر أسود. جد المعادلة القياسية للقطع الناقص. توقف توقف توقف، إذا هنا أنا لازم نطلع، إحنا إيش قال لك أستاذ مؤمل؟ من يريد منك المعادلة لازم تطلع الـ A تربيع والـ B تربيع. من يطلعون ذولا انتهى السؤال، أنت انحل عندك السؤال. الذي مركزه في نقطة الأصل ما تأثر بالحال وإحدى بؤرتي، أوكي هاي الجملة باعوا، تبعد عن نهايتي محوره الكبير بالعددين 5 بـ1. اتذكر راسا استاذ مؤمل ايش قال؟ قال يابا 2A مجموع العددين وال 2C طرح العددين. حكتبهم بالعربي وبعدين اطبقهم، هذا قطع ناقص. هو اصلا بعقلك يعني هو الكبير 2A، فاكيد 2A يكون المجموع، اذا 2A حيكون مجموع العددين يعني 5 + 1، بينما التوسي ايش راح يكون؟ طرحهم 5 - 1. احنا نريد اي تربيع وبي تربيع، طبعا من ال 2A، من ال 2A ال 2A راح تطلع 6، من ال 2A نطلع الاي نقسمها على 2، الاي تطلع 3. انا ما اريد اي، اريد اي تربيع اربعها تطلع 9. خلي على هذا مربع اول شيء نحتاجه، زين نجي على هاي توسي حاصل طرح العددين، توسي قد راح تطلع 5 - 1 4، السي حيطلع 2 من نقسم على نقسم ال 4 2، وانا ما اريد السي، اريد السي تربيع، السي تربيع 4. بقى البي تربيع، من يا قانون نطلع البي تربيع؟ اكيد من قانون السايبه، احنا ايش عندنا غير قانون السايبه؟ مو لا زين، نجي نطبق قانون السايبه حتى نطلع البي تربيع، اللي هو نكتب سايبه سي تربيع اي تربيع بي تربيع، بما انه القطع هو قطع ناقص فالاشاره تكون بالنص ناقص. زين انا هذا عندي السي تربيع والاي تربيع عندي، انا اريد البي تربيع. نعوض السي تربيع 4 ونعوض الاي تربيع 9، هاي بس تنقل تجيب البي تربيع منها تصير موجب، تودي 4 منها، بي تربيع تساوي 9 - 4، بي تربيع طلعت 5. انتهى السؤال، تروح تكتب المعادله. زين استاذ مؤمل انا اسال سؤال، قول هنا نكتب المعادله على السينات لو على الصادات. طبعا هو مذاكر البؤره على السينات وعلى الصادات ولا منطي معلومه تدل على ذلك، فهنا الطالب شو يسوي؟ ياخذ احتمالين، ياخذها مره سينات شو يسوي لما يعرفه، ومره صادات فيكتب المعادله باحتمالين. اذا على السينات فحتكون اكس تربيع على اي تربيع يعني على 9 زائد واي تربيع على بي تربيع على 5، اما اذا على الصادات حتكون اكس تربيع على بي تربيع على 5 زائد واي تربيع على اي تربيع يساوي 1. اوكي يعني هذا السؤال على هاي الملاحظة، اذا من يعطيني عددين اذا مجموعهم هو 2A حاصل طرحهم 2C. موجودة حتى كسؤال اثرائي عليها مع القمر، راح انزله بالقناة، كلش مهم وجاي وزاري. قمر يدور حول الارض وهيك، استاذ مؤمل يدور مو قمر، لان هم واحد مكرر، استاذ مؤمل والقمر هو السؤال يتغير المفروض بالوزاري، استاذ مؤمل يدور حول الارض مو قمر. ان شاء الله احنا نقدم طعن للوزاره، قدم طلب للوزاره انه يغيرون هالشيء. عافيك الله، عافيك.
نجي على الملاحظه اللي بعدها. خلصنا هاي الملاحظه زين. طبعا انا داخل السؤال جوه وحتى راسا ناخذ لها ها هسه هاي الملاحظه المهمه كلش. ملاحظه مهمه رقم يعني وراها ما ادري رقم صارت لان احنا بالحلقه اللي كان ما اخذنا ملاحظه. انت رقبها من يمك. طلاب اذا اعطى في السؤال مساحة أو محيط كمعطيات بالسؤال ايش راح استفاد منهن كمعطيات بالسؤال؟ يعني طلاب انا شفت بالسؤال منطيني الـ A كرقم ومنطيني الـ B كرقم ايش راح استفاد بعدها؟ عيني اذا انطاك مساحة او محيط فانت مجرد تطلع منها معادلة ايش تسوي؟ تطلع منها معادلة وتسميها معادلة رقم واحد واللي هو معادلة رقم اثنين. يعني شلون استاذ ما افتهمت انا اقول لك شلون هسه انت الاي تعرف قانونه لو لا؟ اي الاي عرف قانونه شنو؟ ابي باي مو؟ هو الحين يعطيك هاي الاي ما انت تعوضها فالمهم من تعوض وتختصر الباي والباي يعني كراتي طق النصور زين من تعوضها وتختصر تطلع عندك معادلة تسميها معادلة رقم واحد حكي حلو؟ فهذا طبعا القانون مال المساحه راح تعوض بيه وطلع منه معادله. نوب تروح على قانون المحيط. المحيط شنو قانون ذكرك بيه؟ 2 باي جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. ايضا حتعوض البي ومن تعوض حتطلع عندك معادله تقول على هاي مثلا معادله رقم 2. فانت ذولا راح تستخدمهم اثنيناتهم تطلع منهم معادلات اوكي؟ سواء كان مساحه او محيط. اوكي طلاب اذا خاف ينطيك بالسؤال مساحه او محيط تطبق ذني القانونين ومن عندهم تعوض وتطلع المعادلات. زين نجي ناخذ هذا السؤال. هذا السؤال وزاري ومهم. وزاري ومهم طبعا اعتقد هو موجود بالكتاب بس بالاسئله العامه يمكن يعني ما ادري بالضبط او هو وزاري موجود بالكتاب. فالمهم نجي هسه طلاب غير اللون. جد معادلة القطع الناقص. وقف استاذ مؤمل ايش قال لك؟ عيني هاي لازم نطلع اي تربيع وبي تربيع. استاذ من طلعنا اي تربيع وبي تربيع ينحل السؤال. حكي حلو يابا. الذي بؤرته تنتميان لمحور السينات. هاي اول معلومة انطاني اياها راح اكتبها اني بالمعطيات. انه البؤرة تنتمي لمحور السينات. هاي حلوة هاي المعلومة. هو قايل لي البؤرة على السينات. كلش زين. اوكي. كمل السؤال. مركز نقطة الأصل ما تأثر. مساحة منطقته انطاني المساحة الأي. سجلها بالمعطيات حتى لا تغلط إنه الأي منطيني إياها 7 باي. زين. بعد شو منطيني؟ ومنطيني المحيط. المحيط منطيني إياها 10 باي، هم سجلها بالملاحظات إنه البي 10 باي. خلص انتهى السؤال حبيبي هاي. روح حير بروحك، روح طلع أي تربيع وبي تربيع. شلون حتطلع أي تربيع وبي تربيع أنت؟ مو هنا أنا تجي الملاحظه اللي قال لك عليها استاذ مؤمل. اذا ينطيك مساحه او محيط شو تسوي؟ طلع من المعادلات. استاذ انا ابلش بالقانون الاي لو البي، انت راح تستخدم منه ذني القانونين، من عندنا حطلع الاي تربيع والبي تربيع. فانت ابدي بالبسيط اللي هو الاي. قانون الاي ابسط من البي اللي هو شو يقول؟ ابي باي، اي بي باي. زين، هو منطيك المساحه ايش قال؟ 7 باي. تعال عوضها 7 باي. تساوي اي بي باي. ها الباي تختصر ويا الباي صارت 7 تساوي اي في بي. هنا بكيف الطالب يعجبه يطلع اي لو بي هو براحته. طبعا انا مثلا انا حطلع اي، اذا اريد اي فاقسم على بي. الاي طلعت 7 على بي، لكن احنا ما نريدها اي، نريدها اي تربيع على مود بالسايبه نعوضها او بالقانون عفوا بالقانون مال المحيط. اوكي فراح اربحها. طبعا اربع الفوق يصير 49 واربع الجو يصير بي تربيع مثلا نسميها معادله واحد. خلصنا قانون المساحه طلعنا منه معادله. هسه نروح على يا قانون نستخدم استاذ استفادينا منه. نروح على قانون البي حتى نستفاد منه. البي شنو قانونه؟ 2 باي جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. البي عندي اني حعوضها اللي هي 10 باي. اوكي هاي هناك اختصارات هواي طلاب. استاذ اعوض الاي تربيع. شوف اكو طلاب يجي شو يسوي؟
رأسني عوض الاي تربيع هذا، لا انا ما افضل هسه تعوض عوف الاي تربيع. اصبر اصبر شوي بس اصبر، اكو تبسيطات. اول شيء الباي وين الباي تروح، ثاني شيء العشرة والاثنين نقدر نختصرهن. هسه انا اقول لك شلون، خلي بس اسوي حتى اقصر هوس عليك. انا الجذر راح ابقيه وحده يعني حتى يصير اسهل علي، فانا اقدر اقسم على اثنين للطرفين، تروح الاثنين من الجذر يبقى الجذر وحده، وعشرة على اثنين ايش قد تصير؟ خمسة، بقى الجذر واحدة. طلاب احنا شوفوا لحد الان ما معوضين لأي تربيع، تلاحظون لأي تربيع لحد هسه مبقيها ما معوضيها. بعد بي تبسيط، شلون نتخلص من الجذر بالرياضيات؟ تربيع الطرفين، الربع الطرفين، خمسة تربيع يصير 25، زين هذا الجذر يروح ويا التربيع، ينزل كسر بس. اوكي هاي من بينه تربيع، هاي طرفين بوسطين. زين شو راح يصير عندي؟ خليني اجي اكمل هنا جوا. طرفين بوسطين، خلاص اعدل هاي. اي تربيع زائد بي تربيع في واحد تنزل نفسها، اي تربيع زائد بي تربيع 25 في 2 50. طلاب شوفوا هسه نجي نعوض الاي تربيع، شوفوا هنا هسه تمام صار شنو الامور. اوكي اوخر الاي تربيع اخلي بدالها 49 على بي تربيع اللي هي طلعناها من قانون المساحه، معادله واحد من طلعناها من يا قانون المساحه حتى تنحل. طبعا ليش نعوض؟ لان ما تنحل اذا حرفين، لازم نخليها حرف واحد. هسه تنحل، نتخلص من الكسر. شلون معلمك تتخلص من الكسر؟ تضرب بالمقام اللي هو بي تربيع، حيروح قبل 49 بس كلها تضرب مع بي تربيع في بي تربيع، ها عند الضرب تجمع على اساس بي اس 4. زين 50 في بي تربيع 50 بي تربيع، تنقل وتصفر. بي اس 4 راح اخلي اول شيء اللي هو الكبير، هذا نقلته موجب 50 بي تربيع، الموجب شو يصير من النقله؟ يصير سالب 50 بي تربيع. زين اما 49 فبمكانها تساوي صفر، ومن بينه راح ينحل بالتجربه، راح ينحل بمن؟ بالتجربه. زين راح نجي شو نقول؟ قوسين بي تربيع، بي اس 4 جاي من بي تربيع في بي تربيع، 49 اريد تاخذ لي حاصل ضرب يطلع 50، ما تاخذها 7 في 7 لان مجموعهم ما يطلع 50، تاخذها 49 بواحد، سالب تنزل، سالب بالموجب سالب. اوكي هنا أنا احتمالين عندي، اما او اما بي تربيع 49 او بي تربيع واحد، لازم واحد من عندهم يهمل. هسه انا ما اعرف يا هو اليهمل، هسه راح اجي اعرف شلون يا هو اليهمل، انا اقول لكم شلون راح اعرف يا هو اليهمل. طلاب احنا خلينا نجي نطلع الاي تربيع مال كل وحده ونقارن، الاحتمال الصحيح لازم يكون الاي اكبر من البي، الاحتمال الصحيح لازم الاي اكبر من البي، يعني القطع الناقص مبدئيا كلنا نعرف انه الكبير هو الاي. فهسه خلينا نشوف اول احتمال انه اذا البي تربيع 49 حنيجي نعوض بمعادله واحد. لحظه شنو هي معادله واحد؟ اول شيء 49 على بي تربيع تمام، حنوخر هاي البي تربيع نخلي 49 بدالها، نشوف شوف اول احتمال قد يطلع، حتصير 49 على 49 اختصرها الاي تربيع طلع واحد. كراري يصير الاي يطلع اصغر من البي؟ لا ما يصير. شوف هنا الاي طلع واحد والبي 49، شنو نقول على هذا الاحتمال؟ يهمل. اذا هذا الاحتمال يهمل طلاب، لان طلع شنو السبب؟ لان هنا الاي اصغر من البي وهذا ما يصير بالقطع الناقص. اذا يا هو الاحتمال الصحيح لعاد هذا انه البي تربيع واحد، وهم نرجع نعوضها بمعادله واحد. شوف راح تطلع الاي اكبر على واحد، انا عوضت البي تربيع واحد، طبعا الواحد ما ينكتب، فالاي تربيع طلع 49. هسه نقدر نكتب المعادله اي، بس وين نكتب المعادله؟ شوفوا وين قال بالسؤال، ترجع قال على يا محور طلاب، على محور السينات، اذا راح نجي نكتبها على محور السينات، اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع تساوي واحد. هاي المعادله والمصحح بس اشوفها ينطيك 10 من 10. هذا السؤال راح احاول اخليه يبين كله كامل، ما ادري يبين بالكاميرا لو لا كامله. اي هاي من هنا الحل، هاي المعطيات، هاي بدي اطلع المعادله ومن هنا كملنا، يعني هو بفكره بسيطه. زين طلاب السادس الابطال، بعدنا وياكم بالحلقه الثالثه. طلاب هاي الحلقه الثالثه اذا تضبطها، اقول لك ضبطت القطع الناقصه، كل الاسئله المرشحه واللي ممكن تجي بالوزاري راح اخذها بهاي الحلقه.
اوكي يعني الحلقه ذيك كانت عباره عن، الحلقه الثانيه كانت عباره عن اساسيات هاي بيها كل الاسئله المهمه والمرشحه. شوف كل سؤال حنسوي ملاحظه مثل ما اتفقنا. فهسه راح ناخذ ملاحظه. طلاب هسه راح ناخذ الاسئله اللي تربط القطع الناقص بالقطع المكافئ. ها راح نبدي هسه باسئله الربط بس قطعين ناقص ومكافئ. شوف خلي شوي اكبر الخط. اذا ذكر بالسؤال وقل لي العبارة الآتية، شوف قطع ناقص إحدى بؤرتي هي بؤرة القطع المكافئ وانطاني وياها معادلة مع القطع المكافئ. هخلي مربع هيك معادلة مع القطع المكافئ. شنو أسوي هنا وشنو معنات هاي الجملة؟ شنو معنات هاي الجملة؟ خليك بالله ما حتى قصر. أوكي هاي ليش ما تتغير اللون في السالفة؟ أحمر أحمر. زين زين طلاب، أولا انتبهوا عليه شوي، انتبهوا بس انتبهوا. قطع ناقص احدى بؤرتي، ناقص ببؤرتين فيقول وحده من عدهن، شبيه بين احدى بؤرتي هي بؤره المكافئ. اصبر لي اصبر لي، البؤره مع الناقص يا حرف سي هي يعني تساوي، قصده يعني قصده انه البؤره مع الناقص هي نفسها مع المكافئ. المكافئ البؤره مالته كنا نسميها بي اذا تتذكر، اذا معناتها سي تساوي بي. إذن هو راح ينطيك معادلة مع المكافئ، أنت تطلع منها البي اللي هو مع القطع المكافئ راح يصير نفس السي مع القطع الناقص. إذن هنا معناته إنه البؤرة مع القطع المكافئ هي نفسها البؤرة مع القطع الناقص. من يقول لك شيء شو راح تسوي أنت وشلون راح تحل؟ إذن هسه هاي الجملة من يقولها معناته البي تساوي سي، بس احفظ لي هاي معناته البي تساوي سي. زين شو راح تسوي أنت من تحل؟ شوف أول شيء تقسم الورقة بالنص. شو نسوي؟ تقسم الورقة بالنص. هنا تخلي قاطع ناقص اللي إحنا رايدين مطلب السؤال، هذا هذا مطلب السؤال، ركز وياي. وهنا نخلي القطع المكافئ اللي راح نبوق منه شغلة. شو راح نبوق منه؟ راح نبوق منه السي، يعني إحنا البي اللي راح نطلعها راح تصير سي بالناقص. زين هو إيش راح ينطيك؟ راح ينطيك معادلة مع القطع مكافئ. انت تبلش اول شيء بالقطع المكافئ، هو يعطيك معادله له، تعرف هاي مال 4p مال بالتساوي وطلع البي وعلمناكم اياها بالقطع المكافئ. المهم انت راح تساوي 4p وتطلع البي، هذا البي طلعته تحوله بالناقص سي. هي هذا، وهذا ذبه بالزباله بعد. زين يعني انا المكافئ ايش راح استفاد منه؟ انه بس البي اللي اطلعه من المكافئ يصير سي هنا واكمل الحل باقي هنا جوا. اوكي يعني هو هذا مطلب السؤال، قطع ناقص ان المكافئ حيكون عنصر مساعد الي، انه بس ابوق منه البي اسويها سي. اوكي تاخذ منه البي يصير سي، او ايضا تاخذ منه المحور مال البؤره، يعني اذا البؤره هنا على السينات هاي هم راح تقول على السينات وتكمل الحل. هاي هاي يربط لك هاي الجمله. فمن يقول لك احدى بؤرتي هي بؤره يعني البؤر متساويه، معناته البؤره مال المكافئ هي نفسها مال الناقص، والبؤره مال المكافئ حرف بي ومال الناقص سي، فمعناته حنقول بي تساوي سي. بي تساوي سي. من تبدي تحل تقسم الورقة بالنص، قاف نون يعني قطع ناقص، قاف ميم يعني قطع مكافئ. تبلش بالمكافئ تحل، أول شيء تبلش بالمكافئ تحل تطلع البي، هاي البي تحولها سي هنا. نأخذ مثال، مثال وزاري، تعال ويانا خلينا نشوف شنو هذا السؤال. جد معادلة القطع الناقص. أوقف، هذا النوع الثاني بالقطع الناقص. من يريد مني معادلة؟ ايش قال لك استاذ مؤمل؟ لازم اطلع الاي تربيع والبي تربيع، هاي ثابتة. النوع الثاني بالاسئلة من يطلب معادلة لازم اطلع ذول الاثنين. زين كمل. الذي مركزه نقطة الاصل، هاي ما تأثر، واحدى بؤرتي صفر ستة. حلو نطال البؤرة. اوقف ويمس دليل وقف وقف
طلاب خلينا نجي ناخذ هذا السؤال اللي يخص هاي الملاحظة. طبعا هذا السؤال وزاري وهواي جاي همين مكرر. اوكي يلا طلاب نبلش نقرأ السؤال. جد معادلة القطع الناقص. دوس بريك. اوقف 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 اوقف. هذا يا نوع نوع الثاني. استاذ ما ملش قال لك شو تطلع لازم؟ تطلع لازم الاي تربيع والبي تربيع. هاي تعلمها ثابتة ثابتة. من يريد مني معادلة اطلع ذني الشغلتين الاي تربيع والبي تربيع. انتهى الموضوع. الذي مركز نقطة الاصل ما تأثر بالحل. واحدى بؤرتي هي بؤرة المكافئ. هاي الملاحظة مالتنا يعني البي تساوي سي. عدلوا قبل وانطاني معادلة مع القطع المكافئ. هسه صار كم قطع بالسؤال؟ اكو اثنين. اوكي ومجموع طولي محوري. عادي استاذ مؤمل انطاني اياها. شنو يعني هي مجموع طولي؟ يعني 2a زائد 2b خذناها بالملاحظات صح لو لا؟ 36 انطاني اياها. هاي معلومة استفاد منها. اوكي هسه نجي شنو نسوي حتى لا تصير هوسه؟ اقسم الورقة بالنص. هنا اكتب قاف نون يعني قطع ناقص، وهنا قاف ميم يعني قطع مكافئ. شوف المكافئ خطار علينا، نبوق منه شغله ونشمره بالزباله. هاي معادله المكافئ. خلينا ناخذ نقول له تعال يا بنت المكافئ شنو فائدتك؟ خلينا نكتب معادلته. انتم المفروض ضابطين المكافئ فتعرفون هذا صادات موجب. من انا اعرفه صادات شنو موجب. ونكتب القياسيه اللي حافظها مال قطع المكافئ اللي هي 4 py بالتساوي 4 تساوي 24 قسم على 4 البي تطلع 6. هاي البي شو تصير بالقطع الناقص؟ تصير سي. لان ايش قلنا احنا البي شو تصير سي؟ من يقول لك احدى بؤرتي هي بؤرة المكافئ معناته البؤرة مال الناقص نفس مال المكافئ. اذا هذا المكافئ نقول له بعد ما نحتاجك بالزبالة. طبعا هي وين انتبه على الصادات هنا هم تكتب صادات. دير بالك انت بايق بايق هاي هم تبوقها. هاي هسه بعد تكمل هنا طبعا السي طلع 6 سي تربيع 36 وهاي هاي نحتاجها بالسايبه. هسه نشوف شو منطينا بعد معلومه ونكمل بعد عن ناقص. احنا مطلب السؤال اتنسى لا تنسى انه مطلب السؤال مالتي انا لازم اطلع المعادله مال ناقص اللي هي طبعا شنو اني لازم اطلع الاي تربيع والبي تربيع. تعال هو منطيني معلومه قال لي 2a زائد 2b 36. هاي شوفوها مجموع طولي محوري 36. زين اوقف خليني اقول لك الشغله. انا مو قلت لك هاي العبارات من يعطيك اياها بالسؤال فائدتها بس نطلع معادله؟ يعني شلون يعني؟ هاي تقسم اول شيء باختصار طبعا قسمها على 2 يبقى بس اي يبقى بس بي. 36 على 2 18. طلع منها معادله. حد يقول لي استاذ شو اطلع اي لو بي؟ اقول لك بكيفك. انا مثلا عاجبني اي تنقل البي طبعا الموجب يصير سالب. دير بالك 18 ناقص بي وسميها معادله واحده. هسه وين نروح نعوض؟ اكو غير القانون يفزع لنا من هو خطيه؟ قانون السايبه اكيد مو؟ نجي على قانون السايبه. سي تربيع طبعا تكتب سايبه تربيع بي تربيع بما انه القطع ناقص تخلي اشاره ناقص. زين سي تربيع بقناها من المكافئ 36 نعوضها. الاي تربيع احنا عندنا اي مو؟ هذا الاي راح نعوضه هنا لكن انتبه شي يصير فوقها تربيع. يعني دير بالك راح تخلي شنو انت قوس وعليه تربيع. شو راح تعوض بدال الاي 18 ناقص بيه؟ ليش حطيت فوقها تربيع؟ لان هو اي تربيع وانت عندك معادله واحد اللي طلعتها من فوق ما بيها تربيع. ناقص بي تربيع نزلها. هذا راح تفك قانون اسمه مربع حدانيه. اوكي مربع حدانيه. زين هذا ينزل 36. يلا عيني شنو المربع حداني؟ شو يقول مربع الاول 18 في 18 324. ادري ما راح يعني استاذ احفظها 324. اشاره الوسط تنزل الاول في الثاني في 2 18 في بي 18 بي في 2 36 بي زائد دائما مربع الحد الاخير هم بي تربيع. وهذا لا تنسى هذا مال القانون. خلي اسوي هاللون حتى ليه. هذا لا تنسى مال القانون حتروح البي تربيع ويا البي تربيع رأسا. حكي حلو يابا. تعال خلي الأرقام بطرف والحرف بطرف. جيب 36 بي هنا حتى يصير إشارته موجب لأن هو سالب. وانقل 36 يمين 300. ايش راح يصير عندي؟ باوع عليه. راح يصير عندي هذا موجب 36 بي تساوي
324 من راح يجي يمها 36 يصير ناقص. زين اطرح ذولا يطلع 288 وقسم على 36. اهم هي ترى شوي الارقام صعبه هنا اعرف بعض السؤال، بس هو السؤال مال الكتاب ترى على فكره. راح يطلع لك الناتج 8. انا سواء واحد يقول لي شلون تعرف صار ترى حافظ الارقام، هي قسمه طويله وبدات تحفظها الارقام. البي 8 معناته البي تربيع 64، وهذا اول شيء احتاجه. بقى الاي تربيع، الاي تربيع تقدر طريقتين تطلعها، تقدر ترجع تعوض بنفسها معادله رقم واحد، هاي شوفها بس تعوض البي مو البي تربيع، ماشي بس خلت توضح شويه. تقدر معادله واحد نفسها بعضها، معادله واحد نفسها مره ثانيه تكتبها. هي شنو معادله واحد؟ مو 18 ناقص بي، تجيب البي مو البي تربيع، البي 8 تعوض البي تقعد يطلع لك الاي. 18 ناقص 8 الاي يطلع 10. تربع العشرة، 10 في 10 100. واكو طريقة ثانية انه ترجع مرة ثانية بالسايبة تعوض، ماشي هم يعني يطلع الدي. نحل السؤال خلاص انت افرح بالذول يطلعون. تقدر تطلع المعادلة بس دير بالك المعادلة تكتبها على الصادات. ليش على الصادات؟ لان اذا تتذكر احنا قلنا فوق المعادلة على الصادات اخذناها من القطع المكافئ. شوف باوع وياي، باوع بابا ها وين قلنا عالصادات لقناها من المكافئ. فهسه انت شنو راح تجي تكتب المعادلة عالصادات؟ طبعا تعرف اذا عالصادات لازم تكون اكس تربيع على بي تربيع زائد واي تربيع على اي تربيع. وهاي المعادلة نحل السؤال الوزاري اللي اظهر لك اياه حتى تصق له صورة. هذا السؤال كامل حله، ماشي طلاب. شوي انا اقول لكم هذا ممكن يكون اصعب شيء بالكتاب كارقام، هاي مال 324 وذني، لان هذني شوية يعني ما ادري شكله كله تحفظهن شويه. 18 تربيع او هاي هنا انا من طرحت وقسمت. هذا بالنسبه لهذا السؤال. زين عندنا ملاحظه جديده، هي وين الملاحظه ذيك نضيفها؟ يعني خلينا نقول هاي الملاحظه، خلينا نكتب عليها ويا الملاحظه السابقه اللي هي هاي ما اقصد بها السابقه اللي هي مال المكافئ، قطع مكافئ وناقص. احنا مو قلنا قبل شوية قطع المكافئ احدى بؤرتيه يعني بي يصير سي؟ ممكن ويا هاي ينطيني فد معلومة او شغلة يقول لي اياها. شين هي؟ شو يقول لي؟ طلاب تعلموا دائما كل قطع مو بس القطع الناقص حتى بالمكافئ، اذا قل لي قطع ناقص يمر، انتبه كلمة يمر بالنقطة، هاي شنو هذا انقلب لي الله منين انقلب هاي الالوان بالنقطة وانطاني نقطة، طبعا نقطة برياضة اكس واي، ايش راح اسوي هنا بالقطع المكافئ؟ تتذكرون كنت اقول لكم اذا يقول يا مر نعوض النقطة بالمعادلة القياسية، نفس الشيء هنا بس يقول لك يا مر وينطيك نقطة، رأسا تقول نعوض النقطة وين يعني تو من البي البي اكس واي غير المعادله القياسيه، ماكو قانون بي، فراسا نروح نعوض النقطه بالمعادله القياسيه. استاذ مؤمل اني ما اعرف اعوض، يا بسهل اني اعلمك. انت مو تكتب القياسيه مثلا، خلينا نقول على السينات مثلا، مو تكتبها هيك اول شيء، اول شيء ايش تكتبها؟ زين تساوي واحد مو هيك مثلا على السينات فرضا، جيب النقطه تحطها بصفحه، هنا رقم وهنا رقم، هذا اكس وهذا واي، بس توخر الاكس دير بالك عليه تربيع، تجيب هذا الرقم لهنا تعوضه هنا بس تحط فوقه تربيع. نوبه توخر الواي تجيب هذا لهنا الرقم بس دير بالك تحط خلي فوقه تربيع، راح تعوض الاكس والواي، اما الاي والبي يبقوا لان هم احنا نريدهم اصلا، فراح تطلع عندك معادله من هاي. هذا عليها السؤال كلش مهم وجاي وزاري ومطول شويه نحس وصل لك الموضوع. زين فانتبه اذا اقول لك حتى بالقطع الزائد باي قطع، لان بالقطع الزائد هم جابوه خبثوا، يعني هاي الفكره اللي دا اشرحها جابوها بالقطع الزائد كسؤال خارجي. اذا يقول لك اي قطع اي قطع بس يقول لك يمر بالنقطه، تقول راسا نجيب النقطه نعوضها بالمعادله، لان هاي النقطه تصير تابعه للقطع فنقدر نعوضها بالمعادله. وصلت الفكره طلاب؟ يلا هاي ان شاء الله هسه نروح ناخذ السؤال. هذا السؤال المهم والمرشح، طبعا شويه مطول هو لكن ان شاء الله سهل يكون. اهم رابط طبعا هم يعني يربط بيه ناقص ومكافئ
بس ويا هاي مال يمر ويا هاي مال يمر. اوكي زين نجي نقرا السؤال على كيفنا. جد معادلة القطع الناقص شنو هاي؟ اوقف استاذ مؤمل ايش قال؟ رأسا معناته يريد مني الاي تربيع والبي تربيع. طبعا اذا اطلع دولة انت انتهى السؤال عندك. حاجة حلو هذا النوع الثاني رأسا. مركز نقطة الاصل ما تأثر هاي كلاوات. واحدى بؤرتي هي بؤرة المكافئ، هاي ضبطناها معناته البي تساوي سي، معناته نقسم الورقة بالنص ناخذ من المكافئ البي نسوي سي. طاني المعادلة مع المكافئ بس ما جاهزة طبعا نجهزها. بعش قل لي وياها وعلما أن القطع الناقص يمر بالنقطة 2 جذر 3 بجذر 3. هذا السؤال جاي وزاري كلش مهم، جاي وزاري وكلش مهم وأسئلة الكتاب. أول شيء حتى لسر هوسة عليك أقسم الورقة بالنص، تقول إحنا مثل ما علمنا أستاذ مؤمل إحنا القطع الناقص هنا القطع المكافئ. نبلش من المكافئ لأن المكافئ أخذ طار علينا، نجيب معادلته اللي هي واي تربيع زائد 8x تساوي 0. هاي شنو عود؟ هو لوتي ما نسويها جاهزة. تعرفون بالمكافئ لازم أبو التربيع واحدة فهذا النقلة. زين من راح نقلة حيصير إشارته سالب. نقدر نحلها رأسا لأن هذا صاير وين؟ على السينات السالب. نكتب القياسية بالمقارنة، نجيب القياسية سالب 4bx بالتساوي 4b تساوي 8 قسم على 4 البي طلعت 2. حمودي هاي البي شو تصير بالناقص؟ سي، سي تربيع 4. الله وياك هذا ذبه بالزبالة بعد ما احتاجه وانت بايق بايق بوق. هاي همينة سينات اكتب هنا هم سينات حتى تصير البوقة كاملة. المكافأة بعد ما تحتاجه خالي بعد تكمل للناقص. انه هذا مطلب السؤال، هذا مطلب السؤال يريد مني الاي تربيع والبي تربيع مالته. شو منطيني معلومة اخرى؟ قايل لي القطع يمر بهاي النقطة. تعال انت القطع على السينات اكتب. لحظة حمودي سؤال سؤال، القطع اذا يمر بنقطة شو نسوي؟ نعوض النقطة وين؟ بالمعادلة القياسية. هاي احفظها ثابتة الملاحظة، من يقول لك يمر بالنقطة تروح تاخذ النقطة تعوضها بالقياسية. اكتب القياسية على الملاحظة مالتها. طبعا استاذ شو كتبت على السينات؟ اي مو هو على السينات، خلي بصفة النقطة اللي هي شنية 2 جذر 3. طبعا ما خبثوا مرة جابوها نفسها بس جابوها قطع زائد يعني خارجي، بس نفس الفكرة بس بالقطع الزائد جابوها. هذا الاكس وهذا الواي، تعال عوض. بدال الاكس راح تخلي 2 جذر 3 تربيع وبدال الواي شو راح تخلي؟ جذر 3 تربيع. اوكي تعال هسه فكها، فكها وحل. انا اقول لك شوي هنا مطوله ترى. اوكي خليك ويانا هسه حتى لا تصير هوسه، خلينا نصغرها نصغرها نصغرها. زين انا هذا راح اسوي هيك حتى يصير عندي مجال، ما راح يصير عندنا مجال. اوكي حتى انا نكمل همينها. يلا شلون نفك التربيع؟ 2 تربيع هي 4، جذر 3 بالتربيع يروح يصير 3 فصارت 4 في 3 على اي تربيع. جذر بالتربيع يروح رأسا يبقى بس 3 هنا. زين كمل هنا. اوكي 4 في 3 12 على اي تربيع زائد 3 على بي تربيع. طلاب هاي شوي هنا صعبة المعادلة، ليش؟ لان بيها كسور. فانا شو اقول للطالب؟ اقول له وخر الكسور حتى تصير سهله. شلون توخر الكسر بالرياضيات؟ تضرب بالمقام. هسه انا اذا بدي اوخر الكسر حضرب بالمقام، هي ثابته الشغله، بس انتبه المقامات مختلفه. فمن تجي تضرب بالمقام راح تضرب باي تربيع وبي تربيع. بس شنو هاي الحكي؟ تضرب بهم كل الحدود، هذا وهذا وحتى الواحد. فانت مثلا من ضربت 12 على اي تربيع في اي تربيع بي تربيع راح يروح الاي تربيع ويا الاي تربيع. اوكي حتبقى بس 12، 12 ويمها منه حيكون بي تربيع، فيصير هنا أنا شنو عندي؟ 12 بي تربيع. وكانما طريقه الفراشه انه هذا انضرب بهذا، فهمت قصدي شو؟ زين تيجي هسه 3 على بي تربيع راح يروح البي تربيع ويا من هسه حيروح ويا البي تربيع هذا، بس يبقى اي تربيع، اي تربيع في 3 3 اي تربيع 3 اي تربيع. حكي حلو. وكانما انه هذا الثلاثه انضربوا بهاي
وهذا ال 12 انضرب بهاي. ايش صار؟ شلون طريقه الفراشه؟ بقت اخر شيء اي تربيع بي تربيع، في واحد ينزل نفسه اي تربيع بي تربيع. زين هاي سوينا حتى بس اوضحها لك، هو كانه ما هيش ضربنا بعضها. مثلا هسه هذا اول واحد 12 على اي تربيع، من ضربته باي تربيع بي تربيع حيروح الاي ويا الاي بس يبقى البي فيصير 12 بي. شوف شلون صار 12 بي. نفس الشيء هذا اوكي بهاي الطريقه. زين طلاب هاي ما تنحل المعادله لان بيها كم حرف؟ بيها حرفين. شو تسوي بهاي الحاله؟ شو تسوي؟ تروح على قانون السايبه، ما عندك غيره. يابا تعال قانون السايبه بزعلنا، هاي ما تنحل. قانون السايبه هم نقدر نطلع منه معادله، هو مو هيك ينكتب، احنا ما استخدمناه اصلا. سي تربيع طلعناها فوق، ايش قد طلعناها اخوان؟ نرجع عليها شويه. 4 سي تربيع طلعناها 4. طلع من هاي معادله بكيفك، انا حطلع اي تربيع انقل البي تربيع، اشارته من سالب يصير موجب. اذا اي تربيع راح تصير 4 زائد بي تربيع، سميها معادله واحد وارجع عوضها هنا. وين حتعوضها؟ بدال هذا الاي تربيع، وبعد وبدال هذا الاي تربيع. شكو اي تربيع راح توخره، راح يصير عندك 12 بي تربيع زائد 3 افتح قوس تساوي هذا الاي تربيع هم افتح قوس. تعال شكو اي تربيع راح تعوضه 4 زائد بي تربيع، 4 زائد بي تربيع، 4 زائد بي تربيع. هنا توزع الثلاثة، هنا توزع البي تربيع، وراح تصير تجربة ونحل السؤال. هاي فكرته، تجي هسه 12 بي تربيع تنزل، 3 في 4 12، 3 في بي تربيع 3 بي تربيع، تجي هنا بي تربيع في 4 4 بي تربيع، بي تربيع في بي تربيع، ها عند الضرب تجمع الأسس يصير بي أس 4. مبين تجربة. هسه أنا أقول لك شلون هذا ينجمع ويا هذا يصيرون 15. هاي رتبها، خلي البي أس 4 بالبداية، بي أس 4 وخلي 4 بي تربيع من هالجهة عادي. يعني هذا تجربة، لا أقول لك ولا تقول لي. الصفر شلون الصفر؟ كل دولة تنقلهم هناك أوكي، يعني راح يصير هذا الطرف صفر، بي أس 4 كبير يبقى بمكانه، 4 بي تربيع يبقى بمكانه. يعني ما من نقلنا ال 15 هو زائد، شو يصير اشارته من النقله؟ يصير سالب. بعد من نقلنا ال 12 اشارته تصير هم سالب. هذول راح ينطرحون. زين شو راح ينطرحون؟ نقول اشارتي الكبير ونطرح سالب 15 ناقص 4 11 بي تربيع قص 12 وينحل بالتجربه. خرب يومه من السؤال، ادري هو مطول. شو تسوي يعني؟ هو جاي وزاري تفتح قوسين، بي اس 4 منين جاي؟ نقول من بي تربيع في بي تربيع، ال 12 نقول جايه من 12 في 1، انتبه حتى يطلع 11. السالب ينزل، السالب بالسالب موجب. هذا يهمل. ليش يهمل؟ لان ما يصير تربيع وقدامه موجب، ما ينحل. اذا راح تطلع البي تربيع 12، نقول بي تربيع ناقص 12 يساوي 0، انقل ال 12 البي تربيع تساوي 12. يا بن هلهل طلعت البي تربيع، بقت الاي تربيع. هاي ارجع وين عوضها بقى؟ ارجع عوضها بهاي المعادله، معادله واحد اسهل وحده. شوف شوف شلون تطلع لك الاي تربيع راسا. تقول يابا هسه نجي ناخذها، يلا معود نعوضها هنا. اي تربيع شو يقول؟ شو يساوي؟ 4 زائد بي تربيع. بي تربيع ايش راح نعوضها؟ طلعناها جوا 12. 4 زائد 12 16. ونكتب المعادلة على محور السينات. يا مبروك، تربيع على 16 واي تربيع على 12. طبعا على السينات لأن من قطع المكافأة عرفنا على السينات. أنا بس أشوف المعادلة صحيحة أعطيك 10 من 10. شوية السؤال نحس ترى داخل الصعبات، حتى خاف تقول أستاذ محمد دا أعطي الصعبات اللي يجن بالوزاري، ما دا أضحك عليكم أعطيكم أسئلة سهلة. لا والله دا أعطيكم صدق الزبدة من الأخير. زين هذا ما ادري تشوفوه هيك، شوفوه هيك حمودي بالكاميرا، بس خليه يوضح. اوقف خليه يوضح، خليه يوضح، خليه يوضح. يلا يا معود اوضح، وضح مويه. يعني انا حاولت اصغر لكم حتى تشوفون شنو صار. اوكي يعني هذا السؤال الثاني، روح على اللي برا. زين ممكن يقول لي يمر بنقطتين مو نقطة واحدة؟ اي هاي هم ملاحظة. شوف
ملاحظة، إذا ذكر، شوف بالسؤال المرة قال لي قطع ناقص يمر بنقطتين، هاي شنو هاي؟ بس ويسكت كل شيء ما يقول بعدها. صار شنو يعني نقطتين طلاب؟ يعني يعطيكم قوس يعني هيك. صار هاي مرة علينا بالقطع المكافئ، إيدي كانت تختلف، إيدي كان باع من المتغير وسهل، هنا لا العملية تختلف. هنا شنو نسوي استاذ؟ شنو نسوي؟ شنو نسوي؟ يا اخوان هنا مو نقطتين، اثنيناتهم نعوضهم، نقول انه عوض النقطتين يعني كل وحدة واحد بالمعادلة القياسية، باع كل وحدة واحد يعني مرتين. طلع معادلتين يعني متى مو تكتب المعادلة القياسية؟ استاذ شلبت بالاحمر؟ اي والله شلبت بالاحمر. هاي المعادلة القياسية باع مثلا على السينات. تاخذ اول نقطة هاي وتعوض وتطلع معادلة سميها معادلة واحد، تروح النوبة شو تسوي؟ تكتب المعادلة القياسية مرة لخ، تأخذ النقطة الثانية وتعوض وتطلع معادلة، صار عندك كم معادلة هنا وهنا؟ ها حمودي؟ معادلتين. بس أنزل هذا دقيقة السؤال. معادلتين شلون تروح تحلهم؟ يعني هاي معادلة واحد وهاي معادلة اثنين، تروح تحلم لا بطريقة الحذف. ايه تنزل هاي الأولى وتنزل الثانية، هنا زائد هنا زائد، هنا كسر هنا كسر. طريقة الحذف تعرفون طريقة الحذف؟ إنه لازم واحد ينشطب يطلع الأي تربيع منها مثلا، ورا ما يطلع الأي تربيع ترجع تعوضها بوحدة من عندهن يطلع البي تربيع. إذا هذا السؤال كل ما بيه إنه بيه طريقة الحذف، هاي الفكرة بيها طريقة الحذف. همين جايب الوزاري ومهمة، فانتبه علي. إذا يقول لك يمر بنقطتين تروح تعوض معادلتين، كل نقطة تأخذ يعني كل قوس تروح تعوض بمعادلة، تسوي معادلتين تحلهم بالحذف، حلهم بها طريقة اكتب بالحذف ويطلع الأي تربيع والبي تربيع، ومن يطلعون ذولة ينحل السؤال عندك. فهاي الملاحظة مهمة يا حبيبي، من يقول لك يمر بنقطتين تقول نروح نعوض النقطتين كل وحدة بمعادلة ونسوي معادلتين آنية ونحلها بالحذف. وهاي هم عليها أسئلة وزارية، هاي هم عليها أسئلة وزارية. خليك ويا هذا السؤال اللي راح أعطيك فكرته وانت تكمل لي حللي، هذا من الأسئلة أيضا المهمة. حللت طبعا اكو حلول لهن وأسئلة هم إضافية بقناتنا على التليجرام، ضروري تدخل عليها، راح أخلي لك بالتعليقات الرابط. زين، جد معادلة القطع الناقص يعني طبعا يريد مني الـ A تربيع والـ B تربيع. اوكي انتبه، شوف كل شيء مقال، بس قال لي انه هو بؤرته على محور السينات، لازم يقول لك البؤرة وين. هاي ذكر، هو ذكر بابا البؤرة على السينات حتى تقدر تكتب القياسية، وقال لي بس يمر بنقطتين. هذا السؤال وزاري. استاذ شو نسوي؟ اخواننا الاعزاء مرتين تكتبون القياسية على السينات. هسه هاي مرة تأخذ أول نقطة مثلا 3 بـ4، هاي أو تروح نو مرة ثانية هم تكتبها على أي تربيع، تأخذ النقطة الثانية 6 بـ2، تعال عوض هنا وهنا. شلون تعوض؟ هذا الإكس وهذا الواي، تعوض بدال الإكس وبدال الواي، حطلع هنا معادلة تسميها واحد. زين، تجي على هاي نفس العملية، تعوض الإكس والواي، هتطلع معادلة تسميها 2، تروح تحل 1 و2 بالحذف وتطلع الـ A تربيع أو الـ B تربيع، وترجع تعوضها بالثانية تطلع يطلع اثنيناتهم الـ A تربيع والـ B تربيع. موجود حل إن شاء الله وراح أخليه لكم، حناخذ بعد أفكار، ابقوا ويانا. زين، حناخذ ملاحظة مهمة كلش وعليها السؤال هم إجا دور أول 2021 ل 2022، ترى بدي أخذ لكم الأسئلة القوية القوية اللي ممكن تجي إن شاء الله بالوزارة. زين طلاب، أنا ما أريد أقول عليهم مرشحاتي حتى لا تصير مرشحات وما شابه، بس إن هذه الأسئلة القوية دا أخذ لكم إياها من الأخير. تقولون عليها مرشحات أستاذ مؤمل، سموها مرشحات كيفكم أنتم. زين، بالنهاية أنا ذني اللي أنا مقتنع إنه ممكن واحد من عندن يجي، ممكن يجي نفسه نصاً وممكن يجي نفس فكرته، ركز على كلامي. زين طلاب، أكو كلمات إذا يقولها بالسؤال اللي هن مثلاً يمس،
او يا مورهم، يعني يا مورهم ترهم وياها طبعا، يا مورهم ممكن زين الى اخره، هنا ثلاث كلمات لو كلمتين يعني. المهم اكثر شيء يمس ويمر، من يقول لي يمس او يمر وياها ينطيني قطع مكافئ، يعني يمس دليل القطع المكافئ ينطيني معادلة قطع مكافئ وياها. شنو هاي كلمة يمس؟ طلاب يمس معناتها النقطة اللي تطلع اللي هي بي راح تصير عندي لو نعتبرها اي، نقطة الاي لو نعتبرها بي. يعني ما ناخذ هسي من يقول لي يمس او يمر وهاي البي طلعناها ما راح ناخذها السي مثل قبل شوية، لا ديك بس من يقول احدى بؤرتي هي بؤرة تاخذ البي سي، بس هنا البي تاخذها لو اي لو بي. حتقول حقول لك شو وقت تاخذها اي وشو وقت تاخذها بي. شوف اذا النقطة كانت نفس محور البؤرة تاخذها اي. استاذ ما افتهمت شنو نفس محور البؤرة يعني باع. اذا النقطة كانت على السينات والبؤرة مالتك الاف هم على السينات، ويا حمودي من هم اثنيناتهم نفس المحور، اثنيناتهم سينات بسينات تاخذها. فاذا نفس المحور هاي النقطة المجهولة اللي هي احنا ما نعرفها، اللي هي طبعا بيها بداخلها بي مو لا اللي احنا نحكي عليها هاي البي، احنا ما نعرفها بس نعرف محورها وين. اذا كانت على السينات والبؤرة على السينات نقول هاي اي، او ممكن تجي اثنيناتهم صادات هم نعتبرها اي. يعني شلون يعني؟ اذا هي على الصادات، اذا هي على الصادات والبؤرة هم على الصادات نقول هاي اي. فطلاب اذا كانت نفس يعني اثنينهم نفس المحور، اثنينهم سينات اثنينهم صادات ناخذها اي، بس اذا كانت عكس محور البؤرة ناخذها بي. اذا كانت عكس محور البؤرة ناخذها يعني شلون؟ يعني النقطة هاي المجهولة طلعناها لقيناها مثلا سينات اوكي، بس البؤرة مالتي صادات. انتبه مو نفس الكلمة، هاي سينات هاي صادات، اذا هذول عكس تاخذها بي. لان انت تعرف هو اصلا احنا بنطلع بالملاحظات انه البي يكون عكس البؤرة، القطب عكس البؤرة، والرأس يكون ويا محور البؤرة. فانت تباوع النقطة وتباوع البؤرة تقارن، شفتهم اثنينهم سينات هاي اي، اثنينهم صادات هاي اي، بس شفت هاي سينات هاي صادات لا لا متعاكسات يعني بالمحور تاخذها بي. فمن يقول يمس او يمر لو ناخذها اي لو بي. وهاي عليها السؤال مهم كلش 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 ومرشح كلش كلش واجا هواية بالوزاري. شي يقول السؤال؟ جد معادلة القطع الناقص توقف. قول هاي استاذ مؤمل قال لي رأسا النوع الثاني هذا يابه، نطلع الاي تربيع والبي تربيع لازم مو لا لا زين. الذي مركزه ونقطة الاصل ما يفيدني بشي. بؤرة ركز السي ها هنا أنا أريد أوقف 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 نقطة تقاطع. لا لا يعني مو توقف أنت المصورة عبالي أوقف. طلاب نقطة تقاطع بس أريد أوضح هاي الشغلة قبل ما نحل السؤال هنا يمكن ما قلتها. شلون نطلع نقطة تقاطع؟ هم نكتبها ملاحظة، هاي مدى حل السؤال ده نطي ملاحظة. نقطة تقاطع باوع تعلمها هاي كلش مهمة. لو يقول لك مع محور السينات، لو يقول لك مع محور الصادات، خلي بس حتى أنا تكتبها ويدك الملاحظة. شنو هنا وشنو هنا؟ حبايب قلبي إذا قال لك نقطة تقاطع مع محور السينات تفرض الواي صفر. يعني بالله بالعقل هو على الإكس أصلاً، هو على الإكس، هو ما نقول الإكس صفر، الواي صفر، وتروح تطلع الإكس لأنه هو على الإكس صاير. أصير عندك نقطة سميها نقطة تقاطع الواي مالتها صفر. إذا قال لك على السينات تقول الواي صفر ثابتة. إذا قال لك نقطة تقاطع مع محور الصادات هي على الواي، خو ما تقول الواي صفر، لا تقول الاكس صفر وتروح تطلع الواي وتكتبها بشكل نقطة تقاطع بس تحط الاكس صفر. فهاي اللي تحفظ ليها. إذا يقول لك مع نقطة تقاطع مع السينات تقول الواي صفر، مع الصادات تقول الاكس صفر. حاجة حلو هاي ملاحظة هم اكتبها قبل ما أحل السؤال، طق لها يعني سكرنها واكتبها ويا ذيك. يلا نرجع هسه شنو هاي؟ اهو هيك هيك هاي هيك احسن. نرجع هسه يا اخواننا. المهم نرجع السؤال، يقول جد معادلة القطع الناقص لازم نطلع دول الثنائي اللطيف، مركز نقطة الاصل ما يأثر،
بؤرتها اللي هي السين، منين راح نجيبها؟ من نقطة تقاطع. لا تخاف أساس الله ما علمك الملحني، انطاني معادلة مع الملحني عادي عادي عادي، قال لي معايا محور حمودي يعني من الصفر الاكس صفر. احنا قلنا اذا يقول مع محور الصادات نقول الاكس صفر، راح تعوض الاكس طبعا هنا وطلع الواي، من الصفر عندك اكس واي تطلع نقطة تقاطع هي تمثل البؤرة. انتبه يعني انت البؤرة راح تجيبها من هاي نقطة التقاطع اللي راح تسويها، هاي النقطة اللي راح تصير اللي بيها اكس صفر. اوكي هاي تمثل لك البؤرة. حكي حلو يابا، اذا البؤرة هسه طلعت السي. اوكي البؤرة طلعت عندي السي. بعد يمس لحظة توقف يمس، استاذ مؤمل قال هاي لو اي لو بي، ما نعرفها لو اي لو بي. يمس منه دليل القطع المكافئ. اني حتى ما اغلط راح اقسم الورقة مال الامتحان ثلاث اقسام. شنو استاذ ثلاث اقسام؟ هسه اقول لك شنو ثلاث اقسام. اول شيء قطع ناقص، لان احنا هذا مطلب السؤال اللي نريد نطلع شنو الاي تربيع والبي تربيع مالته. يلا اوكي هذا هو مطلب السؤال. هنا راح نطلع نقطة التقاطع اللي علمك استاذ مؤمل تطلعها، اللي هي راح تمثل السي. هاي نطلع منها السي البؤرة. اوكي شنو نطلع منها البؤرة. واخر شيء نخلي القطع المكافئ اللي هو قال شنو هاي، طبعا انا لا تكتبها بالامتحان يمس، اللي هي تكون لو اي لو بي. حبيبي هاي لا تكتبها بالامتحان هاي يمس، توضيح هاي. اوكي هاي هم تكتبها يعني، هاي بس ده اوضح لك انا يعني، تكتب بس العناوين. تعال بلش بالنقطة التقاطع، نزل المعادلة المحور اللي هي طبعا عفوا نقطة التقاطع المنحني عفوا اللي هي هاي منطنياها. زين هو ايش قال لك ويا محور؟ قال لك مع محور الصادات. شنو يعني مع محور الصادات قلبي؟ يعني الاكس صفر. تعال هذا حطه صفر، هذا حطه صفر، يصير صفر تربيع زائد واي تربيع ناقص 3 في صفر يساوي 16. هذا باي باي، هذا باي باي. ايش بقى عندي؟ بس واي تربيع يساوي 16. شلون اتخلص من التربيع بالرياضيات؟ بالجذر، موجب سالب. ايش طلعت الواي عندي؟ طلعت موجب سالب 4. اذا نقطة التقاطع اذا اريد نكتبها صفر بموجب سالب 4، حبايب قلبي هاي تمثل البؤرة هنا. يعني الصفر موجب سالب 4 هاي بؤرة الناقص، بؤرتها الناقص. ومن عدها راح نطلع السي، السي 4 ناخذ الموجب، السي تربيع 16، والبؤرة دير بالك صايرة على الصادات. نقطة التقاطع بالزبالة بعد ما نحتاجها، قال هاي بس احنا طلعنا هاي اللي هي تمثل البؤرة، هاي بعد ما نحتاجها بالزبالة. هسه هاي اخذنا اول معلومة بقناها من نقطة التقاطع. نروح على اخونا القطع المكافئ ابو اليمس. اليمس استاذ مؤمل قال لو اي لو بي، اكتب المعادلة. اهم شيء تعرف لي وين هي، على السينات. شلون عرفت استاذ مؤمل؟ حبيبي بالمكافئ من هنا نعرف، تذكر سينات موجب هيك نقول. وقف هاي سينات. زين دقيق قبل ما اقارن، تعرف اطلع البي؟ سهله هاي تعرفها، مو مال 4 بي اكس، سويها سريع. 4 بي تساوي 12، البي 3 من الاخير. هاي البي اني حاير بيها، استاذ مؤمل قال لي لو اي لو بي. اي حبيبي هسه شو تسوي؟ باوع البؤرة مالتك حمودي وياي، البؤرة مالتنا وين؟ وهي نفس لو عكس، عكس يعني بي تاخذها. ما طول هاي سينات وصادات يعني بالعكس، واحد عكس الله تاخذها بي. اذا هاي البي يابا تعاي حتمثلين قطب، وانتي هاي بي ثلاثة. حلو البي تربيع طلع عن هالهيل، بقى بس الاي تربيع يا قانوني فزعنا السايبة. نكمل هنا على السايبة وانت المكافأة ذبة بالزبالة بعد. ها يعني مو تمسحها، اقصد ذبة بالزبالة يعني بعد ما تحتاجها. تعال هسه بس مجرد تسوي السايبين حل السؤال. زين ناقص دير بالك لان قطع ناقص مثل ما علمتك، السايبة من تكتبها تنتبه للقطع، ناقص لو زائد. حبيبي هذا عندي وهذا عندي، يطلع الاي يطلع طبعا، هذا بقناه من نقطة تقاطع وهذا بقناه من اليمس. انقل التسعة شو تصير اشارتها؟ موجب الاي تربيع. طلعت 9 زائد 16 شبابنا 25. ونكتب المعادلة على محور الصادات، دير بالك منها من البورة. وين تكتب المعادلة؟ على الصادات. تراني بالتصحيح أضوع المعادلة آخر شيء. شلون تكتبها على الصادات؟ اكس تربيع على بي تربيع. وين البي تربيع؟ طلعناها فوق 9. اوكي بي تربيع ايش قد؟ معود اوكي كده تعلق 9 زائد
واي تربيع على اي تربيع يساوي واحد؟ وهل هو اخذت 10 من 10؟ هذا من الاسئله اللي اجت بالدور الاول المهمه بنقطه تقاطع وبمالي امس، من الاسئله كلش مهمه. زين دير بالك من عنده، هي الفكرة نقطه تقاطع نبوق منه البوره، المكافئ نبوق منه القطب اللي بيه، ومن الصايده نطلع الحرف اللي بقى. من تتعلم على هيك اسئله بعدين تقوم تاخذهم من 3 قطع تشوفها سهله. زين يلا هسه ناخذ الملاحظه اللي بعدها، اليوم اخبصها خبص لكم والله. زين عندنا هاي الملاحظه، يلا طلابنا الابطال راح ناخذ ملاحظه هسه بعد كلش مهمه. شو ما اقول لك مهمه مهمه، يعني دير بالك جزء مرشح اقول عليها ملاحظه. طبعا انا تعرفون كل سؤال اكتب ملاحظه قبل ما احله حتى تطخ ببالك توب. اوكي شنو الملاحظه تقول؟ اذا ذكر بالسؤال العباره الاتيه، قال لي قطع الناقص، شوي انتبهوا، يقطع، خل غير اللون، يقطع. كلمة يقطع جديدة هاي انتبه عليها، هي الملاحظة كلها على هاي الكلمة. يقطع منه القطع المكافئ، لا خلا غير اللون، يقطع القطع المكافئ. انطاني معادلة مال المكافئ وياها ايش قال لي؟ عند احداثيها، طبعا احداثيها لو يقول السيني، السيني يعني الاكس اقصد، يعني مرات يكتبوا اكس ومرات يقولون السيني، او يقول ممكن الصادم يعني حسب السؤال، هو سوى اكثر شيء السيني طبعا. اوكي شو اسوي هنا أنا؟ شنو الشيء اللي اسوي؟ هل نعتبر البي سي هنا؟ لا ماكو هيك حكي هنا، أنا تنتبه راح اسويها خطوات. هاي كلمه يقطع يعني غير ملاحظه، انتبه. هاي طبعا عليها سؤال مرشح كلش مهم. طلاب اول خطوه اسويها شنو؟ اول خطوه اسويها انه اعوض هذا الاحداثي السيني او الصادي بالمعادله مال المكافئ. ها نكتب اول شيء، يعني استاذ هنا ما نسوي مال 4 بي، وهاي كل شيء ما نسوي مال 4 بي وذني ابد ما له دخل. باوع تروح تعوض، المن تعوض، نعوض الاحداثي السيني اللي هو الاكس او الواي وين؟ بالمعادله مال المكافئ. حيطلع الواي، مو هو مو اكس بس اكس، زين حتعوضها بالمعادله مال المكافئ، راح يطلع عندك الواي. تمام صار عندك هسه صار عندك اكس وواي، هو الاكس هو منطي وانت من عوضته بالمكافئ بالمعادله مال المكافئ طلع لك واي. اذا بالخطوه الثانيه نقول راح نشكل نقطه هسه، اكس وواي صارت عندي، مو نقول نسوي نقطه هسه، ما طول صارت عندي اكس وواي صارت عندي نقطة. هاي النقطة وين تروح تعوضها؟ من صارت عندك نقطة تروح تعوضها بالمعادلة مال الناقص. رجعت الملاحظة مال يمر، تذكرني يقول يمر ناخذ النقطة نعوضها. حلو، يعني هساني المكافئ استفاديت منه، سويت من عنده نقطة. فأول خطوة نعوض الإحداثي المنطي بالسؤال وين؟ بالمعادلة مال المكافئ. نقول له بالخطوة الثالثة هسه نروح نعوض النقطة، النقطة صارت اللي هي اكس واي وين؟ بالمعادلة مال قطع الناقص. كلش حلوة، يعني انا هاي يعني شلون اقول لك، هاي الخطوات تخلي الطالب يضبطها اكثر واكثر، فاتمنى تحفظوا لي هاي الخطوات تضبطوا لي اياها. من يقول لك يقطع، ذكر الملاحظة مال يقطع، تقول هنا الاختلاف، نعوض اول شيء الاحداثي بالقطع المكافئ، اول شيء بالمكافئ طلعت اكس واي صارت نقطة، النقطة تاخذها بالناقص تعوضها. حكي حلو؟ صارت نقطة اكس واي، وين تاخذ النقطة تعوضها؟ بالمعادلة مال قطع الناقص. هاي عليها السؤال مهم كلش، يلا هاي سكرنوها حتى نسوي هاي على هذا السؤال المرشح والمهم جدا من اسئلة الكتاب هذا. زين. جد معادلة القطع الناقص. توقف وقل لي شو نسوي؟ استاذ مؤمل ايش قال يابا؟ من يريد معاد قطع ناقص لازم نطلع الاي تربيع والبي تربيع، هاي ثابته كل شد. الذي بؤرتاه، قايل البؤره وين تنتمي؟ للسينات. سجلها بالمعطيات حتى لا تنسى انه البؤره صايره على السينات، هو رجال خير وقايل ان البؤره. ك
كل زين يابا. مركز نقطة الأصل كلاوات ما تفيدني بشيء. طول محوره الكبير يعني 2A شبيه 2A ضعف. هاي وين قاريحه مستاذ ما من مطنيها بالملاحظات طبعا منطقك شيء منطقي يعني ضعف يعني 2 منين من 2B حلوة هاي يعني 2A تساوي 2 2B منطقي يا بالملاحظات بالحلقة الثانية ارجع الملاحظات راح تلقاها زين هاي راح نستفاد منها المعلومة نطلع منها فتشي زين خليك تبع 2A تساوي ضعف يعني 2 منين من 2B اوكي طبعا اذا اريد نحلها يعني عشان نخلي بس بعدين قبل ما اكمل كلمه يقطع 2a تساوي 4 2 في 2 4 b اقسم على 2 طلعت الـ a شو طلعت الـ a 4 على 2 ايش قد 2 b احنا ما نريد اي نريد اي تربيع دائما نستخدم اي تربيع يعني حصل 2 تربع 4 والبي يصير بي تربيع اكتب عليها معادله واحد تعال هسه اقرا لي ايش قال ويقطع الملاحظه مال يقطع استاذ نعم القطع المكافئ تعوف المعادله حتفيدنا وين عند احداثيها السين ينطاني الاكس ايش قد الاكس سالب 2 اول خطوه ايش قلنا بهاي مال يقطع من يقول لنا اول خطوه نسويها نعوض الاكس بالقطع المكافئ هي شنو يا معادله القطع المكافئ باوع مو واي تربيع زائد 8 اكس تساوي 2 توخر الاكس تخلي بدالها سالب 2 حتطلع الواي حتصير 8 في سالب 2 8 في سالب 2 عفوا هاي اني غلطت هاي اني غلطت ام زين انتبهت هاي 0 0 0 0 0 تعال نستعجل اي 8 في سالب 2 سالب 16 انقل السالب 16 واجذر الواي حتطلع عندك بها اشارتين موجب سالب 4 ايش طلعت الواي موجب سالب 4 معناته هنا نقطتين صارن عندنا لين طلعت موجب سالب حكي حلو الاكس هي سالب 2 بكل الاحوال والواي طلعت مره 4 ومره سالب 4 زين استاذ مؤمل قال لي ناخذ النقطه ايش نسوي رقم 4 اول خطوه سويناها بس ركز وياي ارجع اراجع لك بس اراجع لك عوضنا النقطه صارت عندي نقطه نقطتين طلعت عندي هسه لازم ناخذ النقطة وين نعوضها بالمعادلة ما ناقص زين استاذ مؤمل هنا طلعت عندنا نقطتين يا نقطة ناخذ حبيبي اي وحدة تاخذها صح انت شنو يعجبك تاخذ هاي لو هاي ماني حاخذ هاي هسه نروح نكتب المعادلة مال القطع الناقص بابا مال السينات لانه قال لي على السينات ونعوض هاي النقطة طلعت بالمعادلة مال القطع الناقص يعني اي وحدة تاخذ انا حاخذ سالب 2 ب 4 شلون تعوض هذا الاكس وهذا الواي لا تنسى هاي المعادلة هسه راح ترجع ترى تستفاد منها يلا هسه تيجي شو تقول احنا راح اكمل اسوي يعني انتبه طلاب اعوض رأسا حتى لنختصر الوقت يعني رأسا بدون ما احط تربيع وهاي يلا سالب 2 تربيع رأسا 4 يروح السالب 4 تربيع رأسا 16 هاي تنحل حمودي هيجي ما تنحل كم حرف بها هسه حرفين زين انت عندك اي تربيع تقدر تعوضها اي هاي الاي تربيع تقدر تعوضها لان عندك هاي المعادله تقدر تخليها هنا تصير 4 على توخر الاي تربيع تحط بدالها 4 بي تربيع هسه تنحل حمودي صارت مجهول واحد عافيه من تصير مجهول واحد تنحل عندك هاي الاربعه تختصر ويا هاي الاربعه راح يظل فوق واحد هلا 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 حتتوحد المقامات باع 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 صار 1 على بي تربيع زائد 16 على بي تربيع نحل السؤال ترى ليش المقامات توحدت نقدر نخليه مقام واحد عافيه فرأسا نجمع 1 و16 ايش قد 1 و16 17 هاي طرفين بوسطين طلعت البي تربيع ايش قد طلعت البي تربيع 17 استاذ هسه انا طلعت البي تربيع بعد بقى الاي تربيع اي تروح ترجع تعوض بمعادله واحد اسهل وحده معادله واحد شو تقول باوع معادله واحد تقول اي تربيع هسه انا طلعناها تساوي 4 بي تربيع صح هذا البي تربيع طلعناه 17 فالاي تربيع تساوي 4 في 17 تضرب 4 في 17 تطلع الاي تربيع 68 خلاص طلعوا دول الجوكريه نروح نكتب المعادله على السينات اكس تربيع على اي تربيع اللي هو 68 زائد واي تربيع على بي تربيع اللي هو 17 واخذ الدرجه كامله من كتبت المعادله هاي بالنسبة لهذا السؤال تقدر تسكرنا همينا من الأسئلة المرشحة
والمهمة جدا جدا. يلا يا معود شلبت. اوكي هذا السؤال المرشح والمهم. يلا حتى ناخذ بعد ملاحظة وراح تبقى عندنا أسئلة الثوابت. طلاب أيضا وصلنا للملاحظة المهمة جدا والأخيرة، وراها إن شاء الله ناخذ أسئلة الثوابت. يبقى بس التعريف والانسحابات حنسوي لهم يعني مقاطع خاصة بهم، أوكي، للقطع الناقص والقطع المكافئ هم يعني نفس الفكرة. طلابنا الأبطال نيجي هسه ملاحظة عندنا مهمة كلش. شو تقول؟ إذا أعطى بالسؤال محيط القطع الناقص، هاي شغلة جديدة مع المحيط القطع. عفوا محيط المثلث والقطع الناقص غلطة. محيط المثلث يعني شلون استاذ؟ شوف انت هو ايش راح يقول لك بالسؤال؟ حيقول لك اكو نقطة، اصبروا عليه، حيقول لك اكو نقطة مثلا نقطة اسمها كيو. بالوزاري ورد انه مرة سموها كيو ومرة سموها بي، اوكي، وراها قال لك انه اكو محيط مثلث اسمه كيو اف 1 اف 2 يساوي هالقد هذا رقم. هاي شنو معناها؟ هو شنو طاري نقطة شنو؟ صح هي اكو نقطة تسوي مثلث الي بالقطع الناقص. صح اقول لك شلون، وراح اقول لك شنو قانون محيط المثلث، هم لازم تكون حافظة. شوف من احنا عندنا نقطة، هسه خلينا ناخذ القطع الناقص على السينات. تعرفون رسمة على السينات، هذا الفي 1 وهذا الفي 2، هذا الام 1 هذا الام 2، تمام؟ بهالشكل يصير شكله بيضاوي. انا اسوي سريع يعني، اوكي زين. يقول لي اكو نقطة صايرة على القطع الناقص تنتمي للقطع الناقص، نقطة كيو تنتمي للقطع الناقص، تنتمي لمن؟ للقطع الناقص، اوكي. يعني تنتمي يعني صايرة بأي مكان من هذا على هذا الرسم البيضاوي، نقول مثلا هنا صايرة. ليش انا داخل لون واحد؟ نقول هنا صايرة. سميها مثلا كيو أو بي كيفك. زين، أنت تعرف إنه البؤرة تصير هنا الأف 1، هاي الأف 1 وهاي الأف 2. قال لي هاي النقطة تسوي مثلث. فعلا هي من تتوصل للأف 1 وللأف 2 حيصير عندي مثلث، تلاحظ؟ مثلث. ها زين، المثلث بمحيط أي بي محيطه لازم حافظه بالعربي. أوقف، محيط المثلث بشكل عام أنت هذا بالابتدائية حافظه، يقول مجموع أضلاع الثلاث، أطوال أضلاع الثلاث. هو المثلث كم ضلع بيه طلابي؟ ثلاثة، ركزوا وياي بعض، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، مو لو لا، هذا وهذا وهذا، ثلاثة أضلاع. معناته أنت من تريد تطبق قانون كيو أف 1 أف 2 محيط المثلث، إحنا راح نسميه المثلث كله كيو أف 1 أف 2، هو كامل ينقر هيك صار مثلث. هذا المحيط مثلث ايش راح يكون عندي؟ مجموع اضلاع الثلاث. يلا نبدي باول ضلع، اول ضلع هو هذا كيو اف 1، تكتب كيو اف 1 زائد، يعني مجموع يعني زائد. ناخذ ضلع الثاني هسه، احنا بس باوع لي حتى لا تدوخ. هذا اول واحد قلنا كيو اف 1، ضلع الثاني كيو اف 2 هذا زائد شنو؟ كيو اف 2 QF2. بعد منو بقى ضلع الأخير؟ ضلع الأخير هذا منا لهنا، هذا F1 F2 زائد F1 F2. استاذ أنا هاي الطريقة ما رسم، ما الطريقة ما مؤملية، دلل تؤمر أمر، طريقة المؤملية هاي أنا مكتشفها. واو، حط إيدك من اليمين، قاعدة الكف اليمنى وعدكم بالفيزياء، هاي بالرياضيات، غطي F2 ونزل صار QF1. روح لليسار هسه QF2، روح ما يصير هنا، يا الله هل ما لازم الصبور أفضل، عيد لك هاي F2، غطي أول شيء F2، إيش صارت أقرأها QF1، نزل QF1، هسه روح صارت زائد QF2 زائد F1 F2، نزل QF1 حط زائد QF2 F1 F2، ثلاثة النزل، بس خلي إيدك من اليمين لليسار هيك، بدي واحدة اثنين ثلاثة يطلعن، أوكي زين.
طلاب هذا QF1 زائد QF2 هذا قانون التعريف حيتعوض 2A. ستقول لي منين هذا؟ هذا عندكم قانون بالتعريف، تعريف القطع الناقص تاخذه. F1 F2 ايش تتعوض؟ هاي المسافة بين البؤرتين حتتعوض 2C. اذا القانون اللي راح نستفاد منه هو هذا 2A زائد 2C. طبعا هذا هنا راح يكون رقم لانه ينطق اياه بالسؤال، فالقانون اللي بالاخير راح تستخدمه هو 2A زائد 2C. هذا القانون اللي بدك تحفظه بالعربي وبالرموز واخر شيء هاي. محيط المثلث هو مجموع اضلاع الثلاث، طبق هذا تكتبه انت لازم تكتبه وراها QF1 QF2 تتعوض 2A وF1 F2 2C وتكمل الحل بالضبط. يعني هذا القانون حفظ، هذا القانون حفظ. هناخذ عليه السؤال. يلا طبعا هو جاي هواي بالوزارة هذا السؤال. جد معادلة القطع الناقص. اوكي يعني يريد مني الـ A تربيع والـ B تربيع. سهلة يا به دلل. الذي بؤرتيه هو منطين البؤرة، خليني نكتبها بالمعطيات. الـ F1 4 بصفر والـ F2 سالب 4 بصفر. يا به هاي سهلة. اوكي طبعا البؤرة ايش راح استفاد منها؟ كوما شغلات. هسه اقول لكم شنو. اول شيء نعرف انه هنا على السينات هي، لان الرقم صاير وين؟ على الاكس. السي هنا 4 ومن السي نطلع السي تربيع 16. هاتش حلو زين. شوف من هنا بدأت الملاحظة، والنقطة كيو تنتمي للقطع الناقص. اكو نقطة اسمها كيو، بحيث ان محيط المثلث ايش قد انطاني اياه؟ 24. محيط المثلث اللي هو شو اسمه المثلث QF1 F2 كله منطينيها 24. رأسا تقول استاذ مؤمل ايش قال لي؟ قال لي اكو قانون محيط المثلث، نكتبه بالعربي. محيط المثلث يساوي مجموع، حتى يقول هذا غير شاطر، اطوال اضلاع الثلاث. زين طبعا احنا هي فكره السؤال ان احنا نطلع المعادله، يعني نطلع ذوله، بس من هذا القانون راح نقدر نطلع. يلا نكتبه برموز QF1 F2. يلا طريقه مالتنا مال كلاوات، نغطي F2 يصير QF1، ينزل QF1 نحط زائد، نغطي F1 صار QF2، نغطي الQ صار F1 F2. حلو. هسه هذول حيتعوضون 2A صار 2A، وهذول حيتعوضون 2C صار القانون 2A زائد 2C، وهذا هو منطيني 24 حعوضه. صارت معادلة أقدر أستفاد منها. أوكي شنو؟ 5 دقائق بعد؟ يلا أوكي خلي عادي عادي، قلنا بعد 5 دقائق يخلص. بيها اختصار على 2. شلون؟ شوف 24 استعلى حظك وقت ما عندنا 12. هاي الاثنين تروح تبقى بس A، هاي الاثنين تروح تبقى بس C. زين اقدر اطلع الاي؟ اقدر. اي ستارت مو مطيني السي. اي والله مطيني السي فوق بالمعطيات موجود. تعال عوضه، دير بالك مو تعوض 16، السي 4. انقل ال 4 12 ناقص 4 الاي تطلع 8. الاي تربيع واحنا اللي نريدها 64. صادق قلبي تربيع، واكيد احنا من يمين انسان خطي قانون السايبه يا بلا تخاف. قانون السايبة نقدر نطلع منه كل شيء. سي تربيع فوق معطات عندنا 16، والاي تربيع 64، يطلع البي تربيع. تجيب البي تربيع منه تودي 16 منه، حتطلع البي تربيع 64 ناقص 16 حتطلع 48. مو اي 48. خلاص نروح نكتب المعادلة على السينات، لان هي على السينات. فكرته حلوة، قانون كل السهل اصلا. هذا القانون مال 2A زائد 2C، يعني مال جهال زين، بس هو لازم انت تعرفه. حيصير X تربيع على 64 زائد Y تربيع لين على السينات على 48 يساوي 1. اوكي بقت عندنا ان شاء الله اسئلة الثوابت، حرجع هاي حتى بس تقولها صورة. اوكي وبقت عندنا اخر شيء اسئلة شنو؟ الثوابت باذن الله، وراها نخلص تخلص عندنا الحلقة باذن الله. طلابنا الأبطال، ظلت عندنا آخر شيء أسئلة الثوابت، واللي أنا أرشحها بقوة تجي، لو بالمكافئ لو بالنقص لو بالزائد، خذوها مني هاي مرشحة قوية. زين ثوابت لازم تجيك مال الحروف، إحنا مال المكافئ أخذناها، هسه عندنا مال قطع الناقص. زين
اسئله الثوابت انا اسميها اسئله الاتش والكي، يعني ان اكثر شيء جندني الحرفين، حتى قمنا نسمين ام الاتش والكي. شوف هو راح يخلي لك حروف بالمعادله ويطلب قيمهن، يعني هو يريد قيم الاتش والكي. زين انت اشرح هسه بهاي الحاله. طبعا اول خطوه تسويها شنو؟ اول خطوه قبل كل شيء لازم نجهز المعادله. يعني شنو نجهز المعادله؟ نخليها مثل القياسيه، نخليها مثل المعادله القياسيه. شلون؟ انا اقول لك شلون. لازم اول شيء تخليها تساوي واحد، لازم نخليها شنو تساوي شنو؟ واحد. شلون؟ اذا اجاك اي رقم او حرف تقسم عليه، تقسم عليه المعادله كلها، ما يصير، لازم تخليها تساوي واحد. اي شيء هنا غير الواحد تقسم عليه المعادله كلها. اوكي، تقسم عليه المعادله كلها، فانت لازم تخليها اول شيء تكون تساوي واحد. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، لازم معاملات الاكس تربيع والواي تربيع تبقى واحد. يمكن هي تقريبا يمكن شارحها بالنوع الاول، هاي ترى حكيها بالنوع الاول شلون نرتب المعادله، صح؟ يعني شنو معاملات اكس تربيع؟ يعني اكس تربيع وواي تربيع ما يصير بصفهم رقم، لازم معاملاتهم واحد، يعني ماكو شيء يمهم. لازم زين استاذ، اذا اجى رقم يمهم، اذا اجى رقم يمهم ننزله مقام المقام. اذا اجى رقم بصفهم شو ننزله؟ مقام المقام. يعني هسه انت عندك شغلتين، يعني لازم اول شيء تخليها تساوي واحد. اذا اجى رقم اول شيء هنا شو نقول؟ هنا نقول نقسم عليه. ورا ما خليته يساوي واحد تروح على المعاملات اكس واي. اذا اكو حرف مثلا خلينا نعطي فد مثال بس حتى تطوخ عندكم. مثلا نقول اعطيتك هيك 90، يصير حمودي بصف الاكس تربيع اتش؟ لا. شو تسوي للاتش؟ تنزله مقام المقام، يعني ينزل يصير مقام ال90 هيك يصير هنا ويروح منا. شلون؟ بهاي الطريقه تنزله مقام شنو؟ المقام. يعني ينزل، هلا سوي هنا يصير اكس تربيع على 90 تبقى، يصير مقام ال90 هنا ينزل. فخاف يجيك شيء بصف الاكس تربيع والواي تربيع تنزله مقام المقام، مقام المقام. هاي شغلة. واهم شيء لازم تكون المعادلة تساوي واحد. اذا قلت لك تساوي اتش تقسم على اتش، تساوي 90 تقسم على 90، تساوي 90 تقسم على شنو؟ على 90. طبعا كل الاطراف تقسم عليها. فهنا شغلتين طلاب انا حاكيها بالنوع الاول، اكتبها وياي، لازم المعادلة تساوي واحد ومعاملات اكس تربيع واي تربيع تبقى واحد. فهاي بالنسبة للخطوة الاولى، انه احنا لازم نجهز المعادلة. نروح على الخطوة اللي بعدها. الخطوة الثانية طلاب، نقول هسه لازم نطلع قيم الـ A تربيع. هم دول علة الـ A تربيع والـ B تربيع. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. الـ A تربيع راح يساوي فد شيء، وهنا يكون الحرف، الحرف اللي نريده بالسؤال حيكون هنا. زين أنت من تطلع الـ A تربيع راح يطلع الحرف، واحنا مرايدين الحرف، انت لازم تطلع الاي تربيع يلا يطلع الحرف. نفس الشيء البي تربيع، البي تربيع من راح تعوضه هم اكو حرف بي، فانت من تطلع البي تربيع حيطلع هذا الحرف. فانت شو تقول هدفك؟ هدفك حتى تطلع ذول الحرفين لازم تطلع الاي تربيع والبي تربيع. فالخطوه الثانيه انت لازم تطلع قيم اي تربيع وبي تربيع يطلعن الاتش والكي اللي هو طالبهم منك الحروف. شغلتين، جهز المعادله، طلع الحرفين دول الاي تربيع والبي تربيع. ماشي طلاب؟ هاي بالنسبه اذا اردنا سوف خطوات لاسئله الثوابت. زين نروح على السؤال المرشح بقوه بخصوص اسئله الثوابت. خلي اكتب عليه مرشح ومهم جدا جدا، والعباس مهم كلش وهاي جايبيه بالوزاره وبعد بكيفكم إذا أجا نفسه أو غيره وبيعاني مو أقول لكم هاي تيجي من عنده هيك. نقرأ السؤال شو يقول. قطع ناقص، أي عيني شبيه معادلته، أوقف رأسا المعادلة مع الثوابت لين بيها H و K. من بيها H و K؟ رأسا أسئلة الثوابت، هو راح يطلب قيم H و K أصلا. ما أكمل السؤال هسه، عوف السؤال، خلي أجي طلاب. المعادلة بيها ترتيب كوما،
خلي انزلها وقفه قبل ما اكمل السؤال، اريد ارتب المعادله. حمودي اول شيء يصير تساوي 36، لازم تساوي 1. اول شيء تقول اقسم على 36 المعادله، لان احنا قلنا لازم شو تساوي 1. صارت تساوي 1، من حلت مشاكلك؟ ليش ال H وال K ما يصيرون بصف ال X وال K، بصف ال X وال Y؟ تنزلهم مقام المقام، مقام المقام، حصير X تربيع على 36 على H، وهاي شو تصير Y تربيع على 36 على K. هسه صارت المعادلة تمام، فول الفول. طبعا على فكرة احنا ما نعرف ياهو الـ A تربيع وياهو الـ B تربيع، لان ما نعرف السينات لو صادات. القطع الناقص لازم نعرف سينات لو صادات حتى نحدد ياهو الـ A تربيع وياهو الـ B تربيع. هاي ترتيب المعادلة لازم انت مفول بها، تخليها تساوي 1 وتنزل هذا اللي بصف الـ X والـ Y، تنزلهم مقام المقام. اوكي زين، كمل السؤال ايش قايل لي. مجموع مربعي طولي محوري، هاي منطقيها اني اللي هي 4A تربيع زائد 4B تربيع، ايش قد بالله تساوي؟ قال تساوي 60. هاي حتستفاد من هالمعلومة، عوفها. اوكي هاي حتستفاد من عندها المعلومة، يعني خليها لك. زين، واحدى بؤرتي هي بؤرة القطع المكافئ، هاي استاذ معمر طاكيها انه البي تساوي السي، دخل قطع مكافئ سهلة يا بل، انه رح ناخذ السي منه، ما قيمة كل من اتش وكي. بس احنا حتى رأسا نروح على البؤرة، اوقف قل لي قطع مكافئ، تعال انا بيدك من الله دورك دواره انت، وينك القطع المكافئ؟ هاي معادلته. وين صايره المعادله مع القطع المكافئ طلاب؟ على السينات، على السينات الموجب. نكتب القياسيه يابا، 4 بي اكس بالتساوي 4 بي تساوي 4 جذر 3، البي تطلع جذر 3 نقسم على 4، تروح الأربعة ويا الأربعة، هاي تروح ويا هاي. اوكي طلعت البي جذر 3، هاي البي تصير هنا سي، شو تصير هناك سي؟ دقيقة حتى لا تصير هوسة، هكمل هنا. اوكي هاي راح اعوفها فارغة حتى نحتاجها، هنا راح اكمل. هاي البي شو تصير بالقطع الناقص؟ تصير سي، السي جذر 3، السي تربيع 3. البؤرة وين مال القطع الناقص؟ على السينات. من عرفتها على السينات يابا مبروك، هذا العدل اي تربيع من السينات، من اي تربيع يصير جوا الاكس اذا سينات، وهذا البي تربيع. تعال سوي معادلتين، اي تربيع ايش راح يساوي لي؟ 36 على اتش. زين، البي تربيع ايش راح يساوي لي؟ 36 على كي. حتى تطلع الاتش لازم تطلع الاي تربيع، حتى تطلع الكي لازم تطلع البي تربيع. انا مو قلت لك الخطوه الثانيه هسه لازم تطلع الاي تربيع والبي تربيع؟ لان اللي طلع الاي تربيع طلع الاتش، واللي طلع البي تربيع طلع الكي، وانا عندي فقط سي تربيع. احتاج بعد معلومه، اي نعم اكو معلومه بالسؤال ما استغليناها، شو تقول؟ مجموع مربعي طولي محوري 60، يعني 4 اي تربيع زائد 4 بي تربيع 60. خلي اجعلها المعلومه استغلها. هو ايش قال لي؟ 4A تربيع زائد 4B تربيع تساوي 60. هاي نطلع منها معادلة نقدر. أول شيء نقدر نقسمها على 4 لأن بها اختصار. ايش راح تصير؟ A تربيع زائد B تربيع تساوي 60 تقسيم 4 15. طلع منها معادلة، معادلة تعجبك بكيفك، انقل البي تربيع. حصير الـ A تربيع تساوي 15 ناقص B تربيع. سميها معادلة واحد. من اللي يفزع عنا يا قانون نعوض به هو كغيره؟ السايبه. هسه بالسايبه كل شيء نحل باوع. تعال وحده وحده، السي تربيع هاي بقيناها من المكافئ، ايش قد 3. الاي تربيع هنا ما يحتاج تربحها، راسا تعوضها كما هي، لان هاي تربيع وهاي تربيع، شوف راسا تنزل 15 ناقص بي تربيع، ما تحط عليها تربيع دير بالك، وهاي ناقص بي تربيع هم تنزلها مال القانون، ايش قد يصيرون دول ناقص بي ناقص بي؟ هذا واحد وهذا واحد، نجمعهم ايش قد يصيرون؟ يصيرون 2 بي تربيع، صح؟ حصير 3 تساوي 15 ناقص 2 بي تربيع. راح يطلع البي تربيع، خلاص طلع، تجيب البي تربيع منه، تجيب الثلاثة منه، زين، كمل. ايش كذا راح يطلع عندك 2 بي تربيع؟
2 بي تربيع 15 ناقص 3 12 قسمها على 2 مبروك طلعت البي تربيع 6. من طلعت البي تربيع 6 قول طلعت الكي هتعوض هاي 6 36 على كي طرفين بوسطين 6 كي تساوي 36 قسم على 6 طلعت الكي مالتي هم 6 اخذت 8 من 10 بقى منو حمودي يا حرف قال اتش لازم لما نطلع زين حمودي تعدك بي والسيا قانوني يفزع عنا مرة الأخ السايبة أو تقدر شنو ترجع تعوض بمعادلة واحد قبل مو معادلة واحد أحسن طبعا إذا السايبة ومعادلة واحد صحيحة بس معادلة واحد هي شو تقول 15 ناقص بي تربيع زين البي تربيع إيش قدر حنعوضه 6 هذا حنعوضه 6 15 ناقص 6 إيش قدر يطلع الأي تربيع حمودي 9 من طلع الأي تربيع حمودي منو حيطلع اتش شلون هنعوض هنا 9 تساوي طرفين في وسطين وحيطلع 9 اتش تساوي 36 قسمها على 9 وطلع الاتش 4 هاني حتى النواتج حافظها قد ما جاي وزاري اتش والكي النواتج مالته موجودات هذا السؤال يخص أسئلة الثوابت المهم جدا جدا خلصنا الحلقة وياكم الحلقة الأخيرة الرابعة راح تخص القطع الزائد تماما ويخلص الفصل الثاني ونطب للفصل الثالث نحكره ونفلشه باقي وياكم ومستحيل أعوفكم إن شاء الله كان وياكم الأستاذ مؤمل مهدي.